شكرا لك أيمن مرة تانية، ورجعنا لكم مرة تانية واستكمالا للاحتفال باليوم العالمي للطفل. معنا حوار النهاردة هنتكلم فيه عن حقوق الطفل المصري والعربي، وازاي ان احنا نقدر نخلي هذا اليوم في قوانين تسن، قوانين جديدة وتشريعات تهتم اكتر بهذا الطفل، لانه طبعا الطفل او تنمية شخصية الطفل هي البداية لوضع على الطريق الصحيح لحمايته من اي افكار، سواء كانت افكار متطرفة او اي حد ممكن يأثر على شخصيته بشكل سلبي، كمان بنوعي الأسرة والمدرسة وكل من هم مختصين بتربية هذا الطفل، إزاي ان هم ينموا إدراكه بشكل أفضل، إزاي يتم تربيته بشكل أفضل، إزاي نحافظ على نفسيته وصحته. كل هذه الأشياء والأمور هنتعرف عليها بشكل أكثر تفصيلا من خلال لقائنا مع الأستاذ يعقوب الشاروني، رائد آداب الأطفال في مصر والوطن العربي. لكن هنرجع نطلع لهذا التقرير ونرجع نبدأ حوارنا. يحتفل أطفال العالم باليوم العالمي للطفل في يوم 20 نوفمبر من كل عام، بناء على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوم للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، وذلك للعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم واستغلالهم من أجل حث الحكومات على حياة كريمة وسعيدة لكل أطفال العالم. وفي ظل احتفال العالم باليوم العالمي للطفل، يعاني الكثير من أطفال دول العالم العربي من جراء الصراعات التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسهم أطفال سوريا والعراق وبعض الدول العربية، حيث تخطى الصراع في سوريا لثلاث سنوات راح ضحيته حتى الآن أكثر من 13,198 طفلا سوريا، إلى جانب العديد من الأطفال الأحياء الذين يمرون بأزمات نفسية شديدة جراء استمرار الصراع وما نتج عنه من تشريد وعدم الانتظام في التعليم، ما قلل من فرص خلق جيل جديد يمكن الاعتماد عليه مستقبلا لبناء سوريا. كما نتج عن تنظيم داعش ووجوده بالعراق، نتج عنه آثارا سلبية أثرت على تربية النشأ في العراق، إلى جانب أحداث ليبيا والصراع الدائر هناك، والتي نتج عنها أيضا لجوء آلاف الأسر الليبية للنزوح خارج بلادها، ما أثر بشكل كبير على تنشئة الأجيال القادمة. في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها العديد من دول المنطقة، يحتفل العالم بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959 وباتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وسط أمنيات أن تنتهي الصراعات في كل دول العالم لينعم الأطفال بالصحة والسعادة والرخاء. برحب بكم مرة تانية، ونرحب مرة أخرى بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الكبير يعقوب الشاروني، رائد آداب الأطفال في مصر والوطن العربي. أنا مبسوط أوي أن شفت سيادتك، وشرف كبير لنا أن حضرتك تكون موجود النهاردة معنا في هذا اليوم. سعيد أن نلتقي بالمشاهدين في هذا اليوم اللي كلنا بنعتبره يوم مهم جدا في العالم. يعني إحنا كنا دايما بنقرأ كتابات سيادتك، وممكن حضرتك في الأهرام بتبقى أصدق أو تصدق. أنا قعدت 32 سنة بكتب الباب اليومي ده، قصة يومية بحاول أحط للولاد يعني منظور عام للحياة اللي بيتمنوا انهم يعيشوها. يعني صحيح، احنا النهارده نتقابل بحضرتك ده شرف كبير لينا. فندم، من اصعب الحاجات هي ان انا اكتب للطفل ولا سهل ان انا اكتب للطفل؟ شوف، هو ده السؤال بيتسأل باستمرار. انا عاوز اقول لك ايه، كل نوع من انواع الادب يعني لمتخصصين. يعني الشعر اللي يعني استاذنا توفيق الحكيم كتب مسرح ما كتبش شعر، استاذنا نجيب محفوظ كتب روايه ما كتبش شعر. كل نوع من الادب ليه نوع من التخصص، انما يمكن في خصوصيه معينه لادب الاطفال، لان ما فيش حاجه اسمها ادب عام للاطفال كده. يعني اللي بيتكتب من سن يوم لثلاثه، انا بقول يوم لثلاثه، اللي بيعتمد على الصوره فقط، مش الصوره واللمس والاصوات والاضواء وكده، غير اللي بيتكتب من ثلاثه لسته، غير من سته لتسعه، غير تسعه لاثناشر. فهنا يعني في مراحل طفوله متعدده، يمكن من اهمها الحصيله اللغويه او اللي احنا بنسميه القاموس اللغوي، اللي بيختلف من مرحله الى مرحله، الاهتمامات ما بين مرحله ومرحله، حجم الكتاب ما بين مرحله ومرحله. فهنا الصعوبه بتيجي ان انا بخاطب فئات مختلفه من العمر، كل فئة لها متطلبات في الموضوعات، في اللغة اللي أنا بستخدمها معاها، في الرسوم يمكن المصاحبة للنص، في حجم الكتاب. هو ده اللي بيخلي شوية الكتابة صعبة. عكس كبار، أنت بتكلم جمهور متناغم يعني، صحيح، وعنده خلفيات بتقدر تكلمه على الأساس، إنما هنا الطفل ما فيش خلفيات بتبني عليها، أنت بتبني الأساس. أستاذ يعقوب، يعني حضرتك إزاي إن إحنا نقدر بسبب ما يحدث الآن في العالم وفي مصر،
ان احنا نوجه رسائل للطفل. الرساله هي صعبه عليه، صعبه انه الطفل يدركها في هذا السن، ولكن بشكل مبسط. طب تسمحوا لي اقول مثل. انا ليا قصه اسمها مغامره زهره مع الشجره. مغامره زهره مع الشجره. القصه دي زي ما بتشوف على الغلاف، ولاد مدرسه ابتدائيه ملتفتين شجره بيحموها بجسمها. هذه القصه انا 10 سنين كده عن شجره كان بيلعبوا وبعدين لقوا مره في واحد ماسك منشار وبيقطع هذه الشجره. الولاد شعروا ان دي الشجره بتاعتهم. اهلهم قالوا تحت الحكومه، قال لهم لا، كان المدرسين قالوا لنا الضرايب اللي بندفعها دي عن الارض هي اللي بتزرع بيها الشجر ويعملوا بيها الطرق، فاحنا عاوزين نعرف الشجره دي بتتقطع ليه. وقفوا منعوا النشار انه ينشرها، قالوا لحد بس ما نعرف انتوا بتقطعوها ليه. فعرفوا انه في اتفاق بين وزاره الزراعه وبين المقاول اللي بيعمل النشر ده انه يقطع الشجر في التعبير البلدي اللي ضربه السوس، يعني اللي سوس، لانه ممكن يقع على حد او على حاجه يموته. فالمقاول نتيجه يعني ان بعض المسؤولين غمضوا ابتدى يقطع السليم على الخسران. فالولاد قالوا طيب دي سليمه، احنا شايفين التعبير البلدي برضه يقول لك ايه، لحم الشجره ابيض، لحم الشجره يعني لب الشجره ابيض ما هوش مسوس. فقولوا لنا بتقطعوها ليه؟ واضطر المحافظ يجي لما هم رفضوا انهم يسيبوا اهلهم، يقولوا يا اولاد دي مش بتاعتنا. قالوا لا دي بتاعتنا، احنا بنلعب فيها ودافعين ضرايبها. لحد ما جه المحافظ واكتشف فعلا الفساد اللي خلى الشجره دي تتقطع غلط، وقال لهم انا هزرع لكم بدل القطع شجر اخر، والشجره دي هنحافظ عليها في المستقبل. طبعا القصه دي بتقول ايه؟ من حق الاطفال انهم يعبروا عن رايهم، وده من اهم الحقوق اللي نص عليها اتفاقيه 79 اللي لم يثبت هناك اي توثيق قبل كده نصت على حق الطفل انه يعبر عن رايه. ده بتدي بطريقه مبسطه، الاولاد عرفوا حقهم في الشجره ودافعوا عنه، ودافعوا عنه بطريقه سلميه يعني. تمام. اي اتفضل. حضرتك الطفل اختلف في عصر التكنولوجي اللي بيتعامل معاه دلوقتي الايباد والتابلت عن الطفل بتاع زمان، الكتابه اختلفت برضه ليه؟ ولا هي نفس الافكار البسيطه اللي بتحاول توصل بها لحضرتك؟ انا عاوز اقول فكره ان الاطفال يتجمعوا للتعبير عن رايهم ويدافعوا عنه ده جديد. وانا عاوز اقول ان احنا شيء مهم جدا حصل في حياتنا وفي العالم. قدره الاطفال والشباب على انهم يتواصلوا عن طريق وسائل التعبير الاجتماعي، عن طريق النت وكده والشات وكده. ايه اللي حصل؟ ثبت سنه 1970 كانت في حركه الهيبز اللي بيرفض يلبس لبس الكبار ولا يسرح شعره زي شعر الكبار ويمشي حافي ويلبس هدوم متقطعه. ده كان نوع من الاحتجاج على القيود اللي بيفرضها الكبار على الصغار. فجأة الولاد لقوا نفسهم انهم لحد الساعة 12 قاعدين يعملوا شات ويعملوا دردشة ويعملوا مش عارف ايه، وبعد ما الاهل يناموا يبتدوا يتكلموا في المصالح المشتركة بينهم. بدأت تنشأ بين الشباب علاقات جعلتهم اقوى من ان كل واحد يعمل نوع من التمرد الفردي اللي هو اللي عملوه الهيبز ده. هذا التجمع الكبير يعني اول ما حصل في العالم وتنبهوا له لما تم انتخاب اوباما في امريكا سنه 2007، اللقاءات حملت اوباما شاب عمره 23 سنه، عمل تجمع من مليون شاب، ابتدى كل واحد يتصل بالاخرين مع انه مش ممكن هيفوز. طب استاذ يعقوب، هو ده القوه طبعا دي عاوز اقول انها حصلت في 25 يناير وفي 30 سنه. طيب سلاح ذو حدين. قادر الطفل على التعامل مع التكنولوجيا، ممكن يستفيد منها بشكل ايجابي، لكن ممكن ايضا تكون عامل مدمر زي حضرتك قلت ان احنا نقدر نجمع عدد كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نتاثر بافكار اخرين مش حدود دوله، ده منفتح على العالم كله. ازاي ان احنا نقدر نواكب ده من خلال المثقفين والكتاب اللي زي حضرتك في وضع نماذج من الكتب او المواد اللي تحارب الفكر الاخر او السلبي؟ انا عاوز اقول دي قضيه مش جديده. يوم ما جت المطبعه قالوا ده هتفسد العالم، يوم ما طلع التلغراف برضه ده مسجل تاريخي قالوا هيفسد العالم. طلع ان كل حاجه لها جانبين وعلى المجتمع بوسائله. يعني انا ما بقدم نص زي ده، وزاره التربيه اخذته وعملت عنه مسابقه اشترك فيها 5000 ولد وبنت. يعني انا عاوز اقول ايه، انت بتحط نص ممكن يقراه 3000 5000، انما لما تاخده وزاره التربيه وتعمل عنه مسابقه الاداره العامه للمكتبات ويشترك فيها الولد ولاقي ردود جايه لي من 5000 طفل من كل حنحة مصر وسيله نشره، لما دي تحولت الى مسلسل تلفزيون، المسلسل ده شافه 1 مليون 2 مليون. يعني هنا ده اللي بيقولوا ادي دور المثقف.
دايما بنقول ايه، اذا اردت انك تمنع طفل من شيء ما تقولوش ممنوع، حط حاجه بدال، اشغله بحاجه تانية. وده من اول الطفوله المبكره، طفل بيعمل حاجه انت مش عاجباك مهما قلت له اسكت مش هيسكت، اشغله بحاجه مفيده، لعبه خطر عليه ما تقولوش خطر، شيلها وحط له بدالها لعبه اخرى. دي قضيه مهمه جدا. عاوز تشغل الشباب والاطفال بشيء مفيد، اعمل نوع من الاحلال اللي انت شايفه انه غلط. واقول لك مثلا في الاطفال الصغيرين بنقول ممنوع يشوفوا التلفزيون قبل سنتين، احنا مش عارفين بيتقبلوا الصوره الملونه اللي بتحركها دي ليها اصوات ايه، مش عارفين ايه بتترك ايه من اثار في نفوسهم. طب نعمل ايه؟ بنجيب لهم عشان ينافس التلفزيون، عشان ينافس الكمبيوتر، بنجيب لهم ايه؟ الاطفال بيحبوا جدا اللمس، من اقوى الحواس اللي بيتعرف بيها الانسان على العالم حواليه، اللي بياخدوا خبره عن طريق اللمس. شاشه التلفزيون والكمبيوتر ما بتديش لمس، يعني انت بتحرك بيها، انما هو عاوز يتعرف على الفروق بين الملامس. بنجيب له كتاب بيلبسه من اول اسبوع، خشن وناعم ولزج ومحبب، فيبتدي يتعلم الفروق بين الملامس المختلفه. انا اديته شيء مش موجود في الشيء اللي انا خايف منه، بجيب له لعبه، الماما تمسك ايده وتحطها على زرار ويطلع صوت، يطلع موسيقى، تطلع صوت حيوان، يطلع صوت الديك، او اصوات، او موسيقى، او موسيقى، او نفتح الكتاب فيعمل حاجات مجسمه وحاجات متحركه. ده ما بيشوفوش في التلفزيون، ما بيقدرش يعمل ده، انه يدوس على حاجه تطلع صوت، يدوس على حاجه تطلع اصوات، انه يلمس. فانا اديته بديل، احللت هذا النوع من الكتب اللي النهارده منتشر في العالم، كل كتب من يوم الى سته بس هذا الشكل، انا بسميها القراءه بالحواس الخمس. فانا صرفته عن الشاشه اللي انا بخاف على اشياء كثيره معروضه فيها على السن الصغير. بمناسبه القراءه مثلا، تمام، هل حضرتك شايف ان في غزو ثقافي اجنبي متمثل ربما في الاداب الغربيه، الكرتون اللي بيجي مدبلج وبيتم اطفال قاعده 24 ساعه بقى قدام الكرتون على الدش وما الى ذلك، حضرتك شايف ان في غزو اجنبي جاي للطفل العربي والطفل المصري بشكل؟ انا اقول لحضرتك مش الكتب، احنا بنطلع 3% من الكتب اللي بتطلع في العالم، العالم العربي، ولا 5% من كتب العالم كله. فمسألة الغزو ومسألة انه الثقافة دي بقت في ايد كل الناس ده شيء طبيعي، انما برضو زي ما قلت ما تقولش ده ممنوع، حط بداله حاجة تانية. ما احنا بنتكلم البديل بقى، احنا لازم ننتج احنا كرتون، يعني هي دي مش احنا، هي مش مصر، العالم العربي، احنا 300 مليون وفي ثروات كبيرة جدا، ليه ما نعملش نوع من التجمعات بين الأجهزة الثقافية والسينمائية في العالم العربي لإنشاء كيانات تعمل أفلام كرتون لأبنائنا العرب؟ احنا في مصر على فكره بنقول ما فيش سينما اطفال، هذا مش صحيح، في 9 استوديوهات بتعمل طول العام في انتاج افلام رسوم متحركه للاطفال، انما انتاجها مش مكفي لان احنا عندنا 400 قناه عربيه للاطفال، فمش يعني هذا الانتاج ما بيغطيش احتياج هذه القنوات. طيب يا استاذ يعقوب، فين مؤسسات حقوق الطفل؟ شوفي بقى، ادي مؤسسات حقوق الطفل بتدي رساله، يعني النهارده انا قاعد معاكم، ما هو ده الكلام اللي بقوله ده نوع من الرساله، انما في الاخر انت بتصطدمي بالتمويل. فيلم الكرتون الدقيقه بتكلف 10,000 الى 15,000 جنيه، وعشان كده معظم اللي انتجوا افلام كرتون كان التلفزيون المصري. طيب هو اللي بيشتريها. طب وميزانيه المؤسسات دي كام يا استاذ يعقوب؟ نعم؟ ميزانية هذه المؤسسات ليس لديها ميزانية. شوف انا بحكي لك بقول لك ايه، الدقيقة بتكلف في حدود 15,000، شوفي بقى لما يكون فيلم 60 دقيقة 50 دقيقة هيكلف كام؟ فيلم ديزني اكتر افلام بتكلف في امريكا افلام الكرتون، بيقعدوا 3 سنين يشتغلوا فيها، بيقعد 300 فنان يشتغل فيها على مدى 3 سنين، فعلا مبالغ طائلة جدا، بس في الاخر بتجيب دخل كبير جدا. طبعا انا عاوز اقول انه زيادة التوزيع بيخلي التكلفة تقل، انما احنا برضو محدودين قوي في نطاق العالم العربي، ولو ان في بعض منتجاتنا من افلام الكرتون مثلا الصين اشترتها، يعني احنا ممكن اذا ارتقينا باعمالنا الكرتونيه ممكن تباع وممكن تجد سوق، بدليل ان السينما الهنديه لها سوق في العالم كله، في اسيا كلها. يعني البطل اللي بيقدمه الادب العربي يا فندم، هل في موجود عند الطفل ولا هو البطل عنده شخصيه تانية غير عربيه؟ عاوزين نقول برضو فكره البطل، البطل ده بيرسمها الفنان في ضوء اهتمامات جمهوره. أنا ما أقدرش أعمل مثلا بطل خيال علمي في مجتمع أصلا مش بيهتم بالعلم، مش هيهتم بالإنسان، وعشان كده بنقول إن مثلا تلاقي في أوروبا وأمريكا اهتمام شديد جدا بقصص وأدب الخيال العلمي، لأن لقوا ده البوابة الذهبية لإثارة اهتمام الأطفال والشباب بالعلم في المستقبل.
وفعلا النهارده لما تروح البوك شوب اللي هو مكتبه بيع الكتب مش قراءه الكتب، تلاقي الاقسام اللي بتعرض كتب خيال علمي ابتدت كل سنه تتسع عن السنه الاخرى مثلا. فانا لو قدمت قصه خيال بطل من ابطال الخيال العلمي لاطفالنا مش هيهتم بيها، لان المجتمع حواليه مش مهتم بالعلم، رغم ان العلم حاجه حوالينا. يعني ده محتاج ايه؟ احنا نمهد اذهان الاطفال الى العلم. عاوز اقول بقى معلش حاجه معاكسه، تصوروا ان معظم مدرستنا الثانويه لم يعد فيها معمل، كيف اهيئ شاب لكي يهتم بالعلم وهو ما دخلش معمل وما عادش تجربه بايدي؟ انا وانا صغير كان عندنا حصتين او ثلاثه الكيمياء والطبيعه في المعمل، كنا نحب جدا هذه الحصص وكنا بنمتحن عمل جوه المعمل. دلوقتي لا توجد معامل او توجد معامل مغلقه، لان يعني الوقت بتاع الدراسه بتاع الحفظ اخذ زي ما حضرتك قلت من الاول اخذ وقت المعمل. كان واحنا صغيرين في ابتدائي كان عندنا قطعه ارض في جنينه المدرسه نزرع فيها عشان نشوف النبات بينمو ازاي. كل ده النهارده انشطه للاسف. طب استاذ يعقوب بشكل مباشر احتفال باليوم الطفل 2013 واحتفال بيوم الطفل 2014، ما الذي اكتسبه الطفل في هذه المرحله في هذه الفتره؟ لان احنا كل عيد طفوله او ايا كان مناسبه بنتكلم عن تشريعات وعلى قوانين وعما سيقدم للطفل وغيره. عايز اعرف من حضرتك بشكل مباشر اهم ما قدم في خلال هذا العام. انا جايب بقى نصوص. شوفي في الدستور، دستورنا النهارده بيتكلم في الماده 48 بيقول الثقافه حق لكل مواطن تكفله الدوله، الدوله مسؤوله عنه وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية لكل فئات الشعب بدون تمييز. بقى في نص في الدستور ان من حق المواطن المصري مهما كان عمره ان دولة تنفق على احتياجات الثقافية. في اول خطاب للرئيس السيسي بعد تنصيبه قال كلمة مهمة جدا، قال ايه؟ تطوير قطاع التعليم الذي يتعين ان يشمل كافة عناصر العملية التعليمية بما تحتاج من معامل ومكتبات ومسارح وملاعب رياضيه. بقى في اراده سياسيه في البرنامج الانتخابي للرئيس السيسي، ولازم برضه اقول ده، قال كده: توفير الاعتمادات الماليه لمؤسسات الدوله المعنيه بالنشر والابقاء على مشروع مكتبه الاسره ودعمه وتمكينه من مواصله رسالته الحضاريه لنشر الوعي والمعرفه والاكثر، والعمل على انشاء مكتبات ثقافيه في كل قريه من قرى مصر تحت عنوان مكتبة لكل قرية وفق أحدث الأساليب. هذا النص تكرار لنص موجود في قانون حقوق الطفل صدر سنة 99 إن علينا أن ننشئ المكتبات في كل مكان. أيضا تأكيد لاتفاقية حقوق الطفل اللي بنتكلم عنها النهاردة بتنص كده بوضوح من واجبات الدولة أن توفر المكتبات والكتب للأطفال. طب نفعل ده ازاي؟ قصدي ده مش مسائل حديثه، يعني في التزام على الدوله من يوم ما وقعنا على اتفاقيه حقوق الطفل سنه 79. طبعا النهارده احنا بننشئ مدارس وجوه المدارس في مكتبات. انا بسال هل في ميزانيات كافيه عشان نعمل تزويد هذه المكتبات بالكتب؟ انا مش عاوز اجاوب وعاوز المسؤولين هم يسمعوا سؤالي ويجاوبوا. ما هو ده حائط السد بقى استاذ يعقوب، دايما بنقول انه احنا عايزين ندعم البحث العلمي، عايزين ندعم المكتبات، عايزين ندعم اشياء زي المعامل وغيرها، لكن الفلوس او الميزانيه والتمويل بيقف عائق. ازاي نقدر نوازن؟ ازاي نقدر حتى نبدا خطوات، يعني نبدا خطوه على طريق التقدم في هذا المجال؟ طبعا انا لازم احط قدامي نموذج 60 مليار جنيه تم جمعها في 8 ايام لمشروع قناه السويس الجديده. تمام. انا عاوز اسال، بس احنا نقدر نعمل كل ده؟ اسره لها ابن في مدرسه لماذا لا تتطوع بمجموعه كتب ابنها اولادها قروا كبروا؟ طب تتطوع بالكتب اللي الابناء دول مش عاوزينها لمكتبه المدرسه اللي بقوم فيها، او ليه ما كلش واحد يتبرع ب 50 جنيه لمكتبه المدرسه، 10 جنيه لمكتبه المدرسه؟ عشان المكتبه يعني اذا كانت ميزانيه وزاره التربيه والتعليم مش قادره تعمل كل حاجه او بتعملها بشكل جزئي، طب ليه الاهالي يعني يتبرعوا عشان يعملوا معمل؟ يتبرعوا علشان تبقى في كتب في المكتبه. انا بدعو المجتمع المدني، واحنا على فكره عندنا ناس كتير عندهم فلوس اتفرجوا على العمارات اللي بتطلع في كل حته، يتبرعوا لاولادهم لمكتبه مدرساتهم، مدارسهم، لمعامل مدارسهم. ده الحقيقه الدعوه اللي انا قادر اقولها في الظروف اللي احنا فيها. لابد ان الاهالي، العمل الاهلي، المنظمات الاهليه، الاحزاب تحط في برامجها كيف يساهم العمل الاهلي في تدعيم المعامل والمكتبات. حتى لو المكتبات موجوده مفيش
نية أو جدول في المدرسة إن يسمح للأطفال دول إن هم يخشوا المكتبة. اسمح لي بقى أقول لك حاجة. بس خلينا حضرتك لو أستأذن حضرتك بس الدكتورة رندا فخر الدين هي معانا على التليفون في الانتظار، رئيس الاتحاد النوعي لحماية حقوق المرأة والطفل. دكتور رندا صباح الخير، يعني بنتكلم على الكثير من حقوق الطفل، مش عايزين ننسى واحنا بنتكلم على الطفل أطفال الشوارع يا فندم. إلى أي مدى يمكن يا فندم هذه الظاهرة أن يعني تم محاصرتها أو يتم محاصرتها خلال الفترة القادمة؟ صباح الخير الأول. وموضوع أطفال الشوارع، أولا عشان نتم محاصرتها أولا يجب حصرهم. إحنا لغاية دلوقتي لم يتم حصر أعداد أطفال الشوارع، إحنا ما نعرفش أعدادهم قد إيه ولا متواجدين فين ولا قادرين نعمل عليهم دراسة صحيحة لغاية دلوقتي عشان نقدر نعمل لهم محاصرة أو نقدر نعمل عليهم إزاي هتم حل مشكلتهم. فدي مشكلة كبيرة جدا اللي يجب دراستها بطريقة صحيحة الأول. ومين المختص يا دكتورة رندا، مين المختص بحصر هؤلاء الأطفال؟ المجلس القومي للطفولة والأمومة. تمام. دي رقم واحد. الحاجة الثانية حضرتك والأهم من الكلام اللي حضراتكم بتتناقشوه دلوقتي إن إحنا إزاي نرجع الأخلاق لأولادنا. إحنا الأخلاق مفقودة دلوقتي، لازم نعمل ثورة دلوقتي على الأخلاق اللي فقدت. لازم نبتدي نرجع الأخلاق لأولادنا، كلنا نبتدي نفوق ونرجع تاني نشوف إيه الأخطاء اللي حصلت في بيوتنا اللي خلت أطفالنا ما بقوش بيحترموا الكبير، ما بقى الطفل يقف يتناقش مع باباه أو مع المدرس بتاعه بعدم احترام. دي إيه سببها؟ الأخطاء دي جت منين؟ اللي خلت الولد يقف يرد على المدرس بتاعه كأنه بيرد على واحد صاحبه من سنه. جزء ده لازم يدرس وإلا فعلا إحنا المجتمع بينهار. طب ده دكتورة رندا مش يكون سببه تربية الطفل نفسه أو شخصيته اللي تكونت من خلال الأسرة والمدرسة والانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي، الانفتاح على العالم؟ مش بس لا حضرتك، أنا مش هجيبها بس للتواصل وسائل التواصل الاجتماعي، لا 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 خالص حضرتك. إحنا دلوقتي بنشوف أنا برجعها للسلبية في التربية والسلبية التربية في المدرسة وفي الشارع وفي البيت. حضرتك احنا بنشوف الولد بيشتم صاحبه في الشارع، محدش مننا واحنا ماشيين في الشارع نقول له عيب. كنا زمان لو حد مننا شاف حاجه غلط او اتصرف غلط، لو واحد كبير ماشي جنبينا يقول لنا عيب ما تشتمش. ده زمان بقى دكتوره رنا. صح. لكن احنا دلوقتي بنشوف الغلط ومش بنتكلم، بنخاف لا يرد علينا يشتمنا. اذا سمحت يا دكتوره، القدوه هي الاساس في اعاده تربيه المجتمع. البيت والمدرسه والشارع. لازم نرجع نقيم تاني نفسنا، لازم نرجع تاني نتربى من نفسنا احنا ككبار، نربي نفسنا عشان نربي اولادنا. بالتاكيد الدكتور رندا فخر الدين رئيس الاتحاد النوعي لحمايه حقوق المراه والطفل، اشكرك جزيل الشكر. يعني بالتاكيد لو الطفل شاف الاكبر منه بيتصرف تصرف هذا التصرف الغير لائق هيقلده. على حال لما تقرا عن تقدم سنغافوره، انا زرت سنغافوره مره من 40 سنه او 30 سنه، كانت المجاري ترعى في الشارع. النهارده فيها ميادين اهم من ميادين نيويورك وباريس بالمناسبه يعني، واساسها القدوه، كل واحد في مكانه، كل مسؤول في مكانه بيعطي قدوه للاخرين. انا شفت كتير من الدول المسؤولين في كل مكان بيروحوا يوم زي النهارده كده يوم عيد الطفوله بيقروا للولاد في الحضانات ورياض الاطفال، والتلفزيون يصورهم والجرايد تصورهم، نوع من محاوله اعطاء القدوه. قوم المحافظ يعمل والمدرس يعمل، يعني القدوه شيء رئيسي جدا في نقل القيم السليمه للاطفال. استاذ يعقوب، يعني العمر اللي حضرتك قضيته في كتابه اداب الاطفال، هل يبهرك ذكاء الطفل المصري؟ طبعا الطفل المصري ذكي جدا. انما هذا الذكاء بيقولوا بيتوقف في سن دخول المدرسه. ليه؟ لانه بدل ما يفكر، بدل ما يبدع، يتلقى، بدل ما يناقش، بدل ما يشارك، بيفرض عليه انه يحفظ ويحط اللي حفظه في ورقه الامتحان. عشان كده حضرتك سالت من شويه طب نعمل ايه عشان القرايه؟ انا اقول لحضرتك المكتبات لا ما هو اصله لازم عاوز توصل لنتيجه، لازم تبقى في اليات. انا اقول لك بعض الاليات. ربط مكتبه المدرسه بالمنهج الدراسي، ان كل المدرس ما يدخل يشرح يجيب كتاب مرتبط بالماده اللي بيشرحه، يقول لهم يا اولاد الكتاب ده موجود في المدرسه، ياخد الولاد ويدخل المدرسه. طبعا في مشكله انه دايما المكتبه تفتح 25 والفصل فيه 80 ولا 60 مش قادرين، ياخد من مكتبه المدرسه ويدخل يعرض على الولاد الكتب المتعلقه بالمنهج. مش بس كده، في اوروبا وامريكا كل اسبوع اعمال السنه هناك شيء رئيسي جدا، الانشطه يقولوا اعملوا بيبر، البيبر دي يعني ورقه
يقولوا بشرط لازم تكتب مرجعين من المكتبة، لا تكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي اللي قريته على النت. ليه؟ لأنه لا ثقة في معظم اللي انت بتقراه، انت كل واحد ما يريد ان يحط شيء من غير ما حد يتاكد من سلامته. انما الكتب دور النشر بتتاكد ان ده كاتب شعر بالمسؤوليه وبتراجع الكتاب قبل ما يطلع. فبتفرض على الولاد انه في الورقه اللي بيعملوها في كل اسبوع لابد ان يستعين او يقول انا استعنت بكتابين على الاقل من المكتبه. ما عملش كده ياخد صفر. شوف ادي آلية اولى. نمره 2، في الاجازه الصيفيه شهرين عاده بره ما بتبقاش 3 اشهر ولا 4، بيوزعوا بعضها على ايام السنه الاخرى، بيدوا اخر السنه قائمه بكتب ما يسمى القراءات الصيفيه، ما بين كتاب كتب ادبيه وكتب ثقافه علميه، ويقولوا للولاد مش يقروا العشرة، مش هيقرا العشرة، اختار 2 3، برضه مدين له حق الاختيار، يعني هنا ما فيش دايما اجبار. ويجوا في الشهر الاول من السنه اللي بعدها ويوقف المدرس اللي هيدي اعمال السنه يقول مين قرا الكتاب الفلاني، 2 3 في الفصل، لانهم 10 كتب والولاد 30 او 28، فيبتدوا يناقشوا الكتاب مع بعض، ومن خلال مناقشه بقيه اللي ما قروش الكتاب عرفوا موضوعه وعرفوا ازاي ينقدوه. على اخر الشهر يكون كل ال10 كتب. الكلام ده كله كويس يا يعقوب، لكن احنا عايزين ننفذ، احنا عايزين ننفذ على الاقل. انا بقول الاليات اتحطت، لان انا بقول اعمال السنه، واعمال السنه جزء منها القراءات الصيفيه، انا بقول البيبر اللي بتتعمل لازم تكون رجعت فيها للمدرسه، دي اليات خلت كل طفل لازم يقرا. ودي مساله انا بقول ما تسيبوش كده للمساله. هنا في الاهل بيعملوا ايه؟ انا اعرف مثلا ان اول ما الطفل يدخل اولى ابتدائي المدرسه بتبعت لاهله تقول اشتروا له دائره معارف، في دوائر معارف تناسب كل عمر. ليه؟ عشان البيبر دي الورقه دي لما يحب يرجع لمرجع، ايه المرجع الشامل اللي يقدر يجد فيه اجابه على كل اسئلته؟ دائره المعارف. كل بيت دخلته بقى فيه دائره معارف في اوروبا وامريكا، كل فصل مش بس كل مكتبه فيها دائره معارف. انا مره رحت حضرت يوم كامل في مدرسه في امريكا، فمدرس بيسال المدرسه بيقول لها يعني ايه معنى البيئه؟ ما ردتش عليه، قالت له شاورت له على في اخر الفصل كده في رف في طلع جزء من الموضوع. احنا سعداء جدا بالحوار. ادت لولد تاني تقول له طب طلع كلمه بيئه، الولد الثالث طب اقرا، الولد الرابع طب قول لي فهمت ايه من كده. علمتهم ازاي لما يسالوا اسئله يدوروا بنفسهم على عشان يعرفوا الاجابه. احنا بنشكرك يا استاذ يعقوب بس لكن لدوك الوقت، بنشكرك جدا وسعداء بهذا اللقاء. الاستاذ يعقوب الشاروني، وانت رائد ادب الاطفال في مصر والوطن العربي. شكرا جزيلا. شكرا استاذ يعقوب.